معكم الطالبة لمعة فانا من الصف التاسع 2 بأكاديمية ريتال الدورية. اليوم رح أعمل مشروع إحياء مجسم مبسط عن طريقة الجهاز التنفسي أو الجهاز التنفسي، طبعا بإشراف مستي المعلمة أمل العزة. هلأ الجهاز التنفسي مهم كتير بحياتنا لأنه بزود الجسم بالأكسجين اللازم عشان تقوم بأنشطتها، وبيخلصها من ثاني أكسيد الكربون اللي هو بضرها. طبعا عملية التنفس بتصير عن طريق أول شيء الشهيق فيه بدخل الأكسجين على الأنف، من الأنف بيروح على البلعوم والحنجرة، وبعدين بيروح على القصبة الهوائية، وبنتهي بالرئتين. طبعا الجهاز التنفسي له مكونات عدة عشان يتم عمله، اللي هم الأنف، البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية والرئتين. هلأ لكل مكون أو لكل جزء من الجهاز التنفسي في له وظيفته الخاصة اللي هي بتخلي الجهاز التنفسي يتم عمله بشكل صحيح. هلأ في عنا حركتين تنفسيات هم بيخلوا الجهاز التنفسي يتم عمله، اللي هم الشهيق والزفير. هلأ الشهيق بصير فيه بتنقبض العضلات اللي بين الأضلاع، وبتيجي هاي الأضلاع بتندفع للأعلى أو الخارج زي ما بنحكي، بتبرز. بعدين عضلة الحجاب الحاجز بتنقبض للأسفل، وبتوسع القفص الصدري، وبزداد حجم الرئتين. إذن فبهيك بدخل الهواء. إذن بالشهيق بزداد حجم الرئتين. هلأ الزفير الأضلاع بترجع بتقترب من بعضها، وعضلة الحجاب الحاجز بترجع بترتفع للأعلى، هي نزلت للأسفل هلأ بترتفع للأعلى، والقفص الصدري بصغر وحجم الرئة بقل، فهيك بخرج الهواء. فهلأ مثال بسيط على كيف بصير الشهيق والزفير. طبعا هاي شهيق، هاي زفير. هلأ إحنا لما ناخد شهيق وزفير بالضبط هيك بصير، لنعتبر هدول الرئتين هيك بصير بالضبط. طبعا أنا هيك بكون خلصت مشروعي ورجعتكم كيف طريقة التنفس أو الحركات التنفسية للجهاز التنفسي، وكيف بيتم عملية الجهاز التنفسي، وكيف بدخل وبتزداد حجم الرئة بالشهيق وبتقل في الزفير. شكرا كتير، كان معكم لمعة فاني من صف 9-2. يعطيكم ألف عافية.